لدينا شهادات عن انتهاكات جسيمة ووحشية ارتكبت داخل المراكز التوقيف والسجون والمعتقلات السورية، يعني حقيقة لا نجرؤ على نشرها. تقدمنا بها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى اللجنة المكلفة اللجنة الدولية التي كلفت بالتحقيق وأصدرت حتى الآن أكثر من 11 تقرير عن هذه الانتهاكات. زودنا هذه اللجنة أيضا بشهود عيان عن هذه الجرائم التي ترتكب داخل المعتقلات، ولكن يبدو المجتمع الدولي عاجز تماما عن اتخاذ أي خطوة من شأنها على الأقل تخفيف هذه المعاناة. هناك ما لا يقل عن 300 ألف معتقل في سجون النظام، والنقطة التي تثير قلقنا أكثر حقيقة هي وجود سجون سرية لا نعلم عنها شيئا.